قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحث عن الحقيقة والاعتراف أهم من التوبة في قضايا الاستعمار والحرب الجزائرية التي تسمم العلاقة بين باريس والجزائر. وأوضح ماكرون الذي يقوم بزيارة للجزائر تستمر يومين لمحاولة معالجة سوء التفاهم بين البلدين، قال: تحدثنا كثيرا فيما يتعلق بمسألة الذاكرة، نحن مدعوون باستمرار للاختيار بين الكبرياء والتوبة، أنا أريد الحقيقة، الاعتراف، إذا بقينا هكذا لن نتحرك أبدا إلى الأمام. ماكرون المثقل بهم الغاز والطاقة في ظل الحرب الأوكرانية قال خلال زيارة المقبرة الأوروبية سانت أوجين بالجزائر العاصمة: نريد بناء المستقبل دون التعتيم على الماضي الاستعماري، مع التركيز على رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة. وأثنى ماكرون على الدور الجزائري في المساعدة على تنويع أوروبا لإمدادات الغاز، كما نوه بالجزائر لزيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا. يذكر أن مراقبين اعتبروا أن زيارة ماكرون لا تحمل في طياتها شيئا جديا للجزائر، رغم أن الأخيرة تتطلع لإطلاق فرنسا مشاريع استثمارية في البلاد. نتابع أبرز ملامح العلاقة الجزائرية الفرنسية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أرحب بك سيد محمد، كيف تنظر لهذه الزيارة لماكرون إلى الجزائر من حيث السياق الزمني والسياسي؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. من حيث السياق الزمني، خاصة في هذه الظروف، بطبيعة الحال يأتي في ظرف أين تجد أوروبا إجمالاً والغرب إجمالاً بما في فرنسا بطبيعة الحال يجدون أنفسهم في وضع سيء، بل سيء جدا. فقضية الكورونا مست العالم أجمع، ولكن قضية الجفاف والحرائق واللي شهدتها أوروبا كانت ضربة شديدة، تترافق مع الحرب الروسية على أوكرانيا وما ما يفعله بوتين اليوم. هذا كله يخلي فرنسا تبحث، وهي المثخنة الآن بجراح في إفريقيا، بحيث أن شعوب إفريقية كثيرة بل أحياناً أنظمة إفريقية مثل النظام المالي يطلبون رحيلها من إفريقيا ونهاية الحقبة الاستعمارية. فهو يأتي للجزائر ضمن هذه الظروف، وهو متأكد من أن الجماعة الحاكمة في الجزائر يقدمون له مساعدات خاصة في إفريقيا. في إفريقيا قدم النظام الحاكم في الجزائر على فترة طويلة الآن، خاصة 92، قدم دائما دعم للفرنسيين في إفريقيا، وخاصة نعرف أن في 2013 مثلا في الغزو الفرنسي لمالي كان فتحوا الحدود والأجواء للفرنسيين، وما زالت تلك العلاقة المريبة والمسيئة للشعب الجزائري وللجزائر من دعم حقيقي للاستعمار الفرنسي. نعم. يعني طالما تحدثت عن أفريقيا ومالي تحديدا سيد محمد، ماكرون قال نحن انسحبنا من مالي ولكن
لم ننسحب من المنطقة، رسالة لمن هذه؟ رسالة لمنافسيه أو خصومه، وهم على الأقل هناك أربع خصوم أحياناً يبدون في شكل تنافسي مثل الأمريكيين، ولكن أحياناً في خصومة شديدة مثل الأتراك والروس، وأحياناً في خصومة في حد معين مثل الصين. فهذه القوى الأربعة الآن تضع أيديها إضافة إلى فرنسا على إفريقيا، فإفريقيا بثرواتها وإمكانياتها الهائلة هي القارة الوحيدة التي ما زالت فيها ثروات كبرى مقارنة مع القارات الأخرى، ثم فيها أنظمة في الغالب ضعيفة ودول ضعيفة، فالقوى الاستعمارية تريد أن تأخذ ما تستطيع من إفريقيا، خاصة الصين والولايات المتحدة، وأخيرا دخول الروس بذراعهم العسكري فاغنر اللي متواجد الآن في عدد من الدول الإفريقية واللي يزاحم الفرنسيين، بل أن فاغنر لعب الدور الرئيسي في طرد الفرنسيين من مالي. نعم. طيب سيد محمد، يعني بعدما قيل كثيرا وظهر وبان على الأقل علنا بأن هناك غضب من قبل النظام الجزائري من فرنسا، تأتي هذه الزيارة، ما الذي يريده ماكرون من هذه الزيارة؟ ما الذي يسعى له؟ هذا غضب الطفل المدلل من أمه اللي دائما تقوم بحظاء حضنه والدفاع عنه. في الحقيقة كان وجه ماكرون هجوم غير مسبوق من أي رئيس فرنسي سابق منذ استقلال الجزائر، حينما قال بأن البلاد يحكمها العسكر، وأن تكون عالق ضمن هذا النظام العسكري، أنه نظام عسكري سياسي عالق ضمنه تبون، وهذا كان أخطر ما قيل، أن الجزائر لم توجد كأمة وكشعب قبل الاستعمار الفرنسي. طبعا هذه مغالطة تاريخية كبيرة جدا، وردوا عليه حتى بعض المؤرخين الفرنسيين. لكن الهجوم كان على النظام العام الماضي، كان هجوم شديد عليه، مع ذلك لم يعتذر لهم، لم يطلب الاعتذار على ما قالوا، وأعادوا العلاقات، أبدوا نوع من الغضب لبضعة أسابيع ثم عادوا. لماذا؟ لأن باختصار بسيط، الجماعة الحاكمة في البلاد، النظام القائم اليوم، هو في أيدي الفرنسيين، فيعرفون عنهم كل شيء، يعرفون أملاكهم وأموالهم المنهوبة من الشعب الجزائري، يعرفون فضائحهم، يعرفون كوارثهم، خصوماتهم، صراعاتهم، فالنظام الجزائري لا يستطيع أن يخرج من القبضة الفرنسية ما دام هذا نظام غير شعبي وغير شرعي. والحقيقة أنه كان موقف الحركة قوي جدا من التدخل الفرنسي، ورفض الشعب الجزائري التدخل الفرنسي في الجزائر. لكن هو ماكرون اليوم، حتى يعني في بداية حديثك ذكرت وقلت أنت بأنه يقول أن التوبة ليست مهمة إنما الاعتراف، هذا تلاعب، وهو معروف بأنه متلاعب بالكلمات، هذا تلاعب. هو الفرنسيين اعتذروا لليهود بالرغم أن فقط 4 سنوات تعرض فيها اليهود للاضطهاد أيام حكم فيشي اللي كانت فرنسا تحت الحكم النازي. نعم. 4 سنوات قدموا لهم تعويضات، قدموا لهم، ساعدوهم حتى في تحصيل القنبلة النووية، بالمناسبة الفرنسيين هم اللي أعطوها لإسرائيل وليس بلد آخر. واعتذروا لهم، اعتذروا لهم بطرق متعددة، بل أن ماكرون مؤخرا اعتذر للحركة، وهم الذين قاتلوا مع فرنسا لكي تبقى الجزائر فرنسية، وهم من أصول جزائرية. نعم. اعتذر لهم وقدم لهم تعويضات. عندما يأتي في قضية 132 سنة من استعمار تدميري إجرامي يبدأ يتلاعب بالكلمات، لا، يجب أن يعتذروا وأن يقوموا بالتعويض وأن يتوبوا عن كوارثهم اللي قاموا بها فرنسا. وأي نظام وطني في الجزائر إذا لم يطلب هذا من فرنسا فلن يكون وطني أبدا. طيب في ظل هذا التوتر على خلفية الذاكرة والتاريخ، وماكرون دعا اليوم الجزائر إلى تجاوز التاريخ المعقد والمؤلم كما قال، ورغم ذلك اختار ماكرون أن يزور المقبرة الأوروبية للفرنسيين الذين قاتلوا من أجل فرنسا ضد الشعب الجزائري، كيف نفهم هذا؟ يقول شيء للعصابة الحاكمة في البلاد حتى يعطيها نوع من أمام الشعب الجزائري، وكأنه يقدم لها كلمة هنا وكلمة هناك، لكن كما تفضلت
أفعالهم وأعمالهم، ومنها هذه زيارة المقبرة اللي وافق عليها الجماعة الحاكمة في الجزائر، وافقت عليها. وبالمناسبة كان قادم معه أيضا كبير خحامات اليهود في فرنسا، ولولا الضجة اللي كانت في وسائل التواصل الاجتماعي لكان اليوم موجود في الجزائر، وهو صهيوني معروف يعني، ويعتبر أن الصهيونية مساوية لمعاداة السامية. هذا كان جاي، الجزائريين في المواقع التواصل الاجتماعي فرضوا أن لا يأتي في الحقيقة، والنظام تأخر في الأخير وتراجع بالرغم أن أعطاه له تأشيرة وقالوا أنه حصل على كوفيد. ماكرون يأتي يقول أشياء، والحقيقة أن الأمور ليست معقدة، العلاقات لم تكن معقدة، العلاقات كانت إجرامية، وهو نظام استعماري تدميري باعتراف كثير من المؤرخين الفرنسيين وبعض الشخصيات الفرنسية نفسها، قالوا بأننا فعلنا في الجزائر العجب، أننا الحقيقة أن الجزائر كان يراد لها أن تكون مثل أمريكا الشمالية، أي استئصال السكان الأصليين تماماً واستبدالهم بالبيض، وهؤلاء البيض كانوا يأتوا من إسبانيا وإيطاليا ومالطا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، لكن حفظ الله الجزائر وحفظ شعبه، خاصة بتمسكهم بتقاليدهم ودينهم وبهروبهم للجبال. لا، العلاقات ليست معقدة، العلاقات إجرامية، ويجب أن يعتذروا عن هذا الاستعمار التدميري، وأن يتوقفوا أيضا عن دعم هذه الجماعات الحاكمة اللي أفسدت في الجزائر وما زالت تفسد. نعم، هو تحدث ماكرون عن توقيع اتفاقية غدا السبت لشراكة متجددة كما قال، هل هذا يعني بداية صفحة جديدة بين البلدين أم استمرار لاتفاقيات سابقة؟ ليست بداية جديدة بين البلدين، إنما يريدون أن يحافظوا على النظام القائم، ينتقدونه في العلن ويدعمونه في السر، لأنهم يعرفون أن المنطق عند الفرنسيين الحقيقة والإسبان والطليان، هذه الدول الثلاثة الأوروبية، أفضل نظام في الجزائر هو نظام ضعيف، وهذا النظام الضعيف كلما كان عسكريا كلما كان جيدا، لأنه بطبيعته هو سيكون قمعي، سيكون جاهل، سيكون فاشل، ولذلك يدعمون هذا النظام، وإن عبروا من حين لآخر للرأي العام الداخلي خاصة الفرنسي والأوروبي عن امتعاضهم منهم أو انزعاجهم منهم. يريدون بقاء هذه العصابة العسكرية، أو كما سماها الشعب الجزائري المافيا العسكرية بذراعها المخابرات الإرهابية، يدعمونها ويريدونها باقية، ويتحدثون عن علاقات بين البلدين. البلد الشعب الجزائري كما قال حتى قايد صالح يعني باعترافه قبل أن يختلوه، قال بأن الجزائر كانت تحت استعمار ثاني. نحن ما زلنا تحت استعمار ثاني في الحقيقة ما دام هذا النظام قائما. نعم، طيب أخيرا سيد محمد، إلى أي مدى طالما تتحدث عن هذه العلاقة بين النظام في الجزائر وبين فرنسا، إلى أي مدى زيارة ماكرون للجزائر دعمت أو أعطت شرعية للنظام الجزائري اليوم؟ في الحقيقة أن العالم الخارجي ينظر للجزائر بعيون فرنسية، والفرنسيين ينظرون لنا بعيون استعمارية، والنظام الجزائري القائم، المافيا العسكرية القائمة بوجهتها المدنية، تعرف بأن رضا الغرب خاصة يمر عبر رضا باريس، وأن ضروري أن ترضى باريس عنهم، ولذلك كانت هذه الزيارة كل المعطيات تقول بأنها يجب أن لا تتم، لأنه هاجم الجزائر كشعب، كأمة، كدولة، هاجمهم حتى هم كنظام حكم عندما رأى أن ذلك في مصلحته لأسباب داخلية، وكانت قبل الانتخابات في فرنسا بأشهر، وما زال بل أن ماكرون في الحقيقة هو أكثر رؤساء الفرنسيين تهجما على الإسلام ونبي الإسلام وشيطنة للمسلمين، أصدر مجموعة كبيرة من القوانين بما فيها وزير داخليته اللي كان معاه دارمانو، أصدر مجموعة من القوانين في الحقيقة تضعف الوجود وجود المسلمين، وما زال كثير من المسلمين يعانون من موضوع الخمار، من موضوع الحجاب، من موضوع المساجد، وأشياء كثيرة جدا، لكن تعرف العصابة الحاكمة أن الدعم الغربي يجب أن يمر عبر رضا باريس. أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق، كنت معي عبر سكايب.